خلصنا من الرجالة نيجي للستات. اول قديسة عجيبة اريد ان احدثكم عنها هي القديسة بيلاجية. القديسة بيلاجية في القرن الرابع دعا اسقف انطاكيا ثمان اسقفة من الاسقفة المجاورين لي عشان يتبحثوا في امر من الامور التي تهم الدين وتهم الكنيسة. وكان بين هؤلاء الاسقفة اسقف قديس اسمه نونيوس، نون واو نون يه واو سين نونيوس. وكلهم كانت اقامتهم في كنيسة على اسم الشهيد يوليانوس. وجلس الاساقفة الى جانب باب الكنيسة ليبدأوا اجتماعهم، وكانت الانظار كلها متجهة الى الاسقف المبارك نونيوس لما هو معروف عنه من قداسة. وبدأ نونيوس يتكلم عن خلاص النفس، واذا بممثلة مدينة انطاكيا الاولى وراقصتها الاولى اللي هي بيلاجية دي تمر من امامهم ممتطية جوادا مختالة بنفسها وقد تحلت بحلي الذهب والاحجار الكريمة التي كانت تغطي ثيابها وحتى قدميها. وكان يسير امامها وخلفها صف طويل من الشباب والوطيفات في ثياب ثمينة، وكانت رائحة العطور تفوح منها. اما شافوها الاسقفة كده في ملابس قليعة حولوا انظارهم عنها، اما الاسقف المبارك نونيوس فظل ينظر اليها محدقا يتفرد فيها. وبعدين بص الاسقفة قال لهم الا يسركم رؤية جمالها العظيم؟ قال لا، ازاي الكلام ده يصدر عن رجل قديس زي ده بنقول عليه انه قديس؟ كلام غريب محدش رد عليه. اما هو فوضع وجهه بين ركبتيه والكتاب المقدس بين يديه وابتدأت دموعه تنسجب وكان يتأوه بشدة. ورجع سأل الاسقفة مرة تانية الم يسركم جمالها العظيم؟ برضو ما ردش عليه. اما هو فقال لهم الحق انه قد سرني وكنت مسرورا بجمالها، انا الذي سوف امثل امام كرسي الله العظيم المهوب لنعطي حسابا عن انفسنا واسقفياتنا. هو اللي هنعرف بعد كده النقطة اللي بيفكر فيها، ازاي دي عمالة توضب نفسها واحنا ما بنوضبش نفسنا للمسيح. وزي ما قال احد الاباء صدقوني احنا ما بنهتم ننظف نفسنا زي ما بنهتم ننظف الحذاء بتاعنا اللي بنلبسه. ثم قال لهم ماذا تظنون ايها الاحباء، كم من الوقت قضته هذه المرأة في مخدعها تستحم وتزين نفسها باهتمام كبير وذهنها كله مركز على خشبة المسرح لكي تصير متعة لكل عيون الرجال، ونحن الذين لنا في السماء اب قادر على كل شيء ومحب ابدي ووعدنا بمواعيد ثمينة لا نحرص ان ننقي نفوسنا الشقية من الدنس ونتركها باقية في نتنتها. كان تلميذه الخاص شماس اسمه يعقوب قال له تعال ابني حتى اللي حنبيت فيها. وحينما وصل الاسقف نونيوس الى غرفته الخاصة رمى نفسه على الارض وبدأ يبكي ويقرع صدره قائلا يا سيدي يسوع المسيح ارحمني، انا الانسان الخاطئ غير المستحق، لان زينة يوم واحد لامرأة واحدة تفوق كثيرا زينة نفسي لك. باي وجه سوف اتطلع اليك وباي كلمات سوف ابرر نفسي حين اراك؟ لن اخفي عليك شيئا لانك تعرف خبايا قلبي. قعد يصلي صلاة طويلة ببكاء وبدموع، وقدس هو وتلميذه صوما في نهار ذلك اليوم.
هو دلوقتي بيفكر في نفسه وفي خلاصة مش في الرئاسة دي. يوم الحد كان ثاني يوم، وبعد ان انتهى الاسقف نونيوس وشماسه من تسبيحة نص الليل، قال له انا شفت حلم غريب اضطربت ليه. الاسقف بيقول للشماس انا مش عارف له تفسير، انا شفت حمامة سودة واقفة على قرن المذبح وكانت ملوثة وملطخة بالقاذورات وظلت تطير حوله، يعني حول نونيوس الاسقف، وبالصعوبة كان يطيق نتانتها ووسخها وظلت هكذا بالقرب منه وهو في الحلم بيحلم انه بيقدس، الى ان انتهى قداس الموعظين. وبعد ان اعلن الشماس بدء قداس المؤمنين اختفت تلك الحمامة. وبعد انتهاء القداس وانصراف المؤمنين عادت تلك الحمامة مرة اخرى، كل ده في الحلم، كما هي في وسخة واخذت تطير حول نونيوس، لكنه في هذه المرة مد يده وامسكها وغطسها في جرن المعمودية فخرجت من مياه المعمودية بيضاء كالثلج، ثم طارت وحملها الهواء واختفت. ده كل اللي كان في الحلم، وقال له انا مش عارف تفسير الحلم ده ايه. كان تاني يوم يوم الحد، دخلوا الكنيسة، اسقف المدينة طلب منه ان يوعظ، فامتلأ من الروح القدس الذي فيه وكان يعظ الشعب بقوة ويحدثهم عن الدينونة العتيدة وبركات الحياة الأبدية، وكانت كلماته لها تأثير عجيب لدرجة أن الجميع كانوا يزرفون الدموع. دي حاجة مش غريبة، بطرس في غلبة يوم 50 كلامه نخس قلوب كل اللي سامعين ليه. وبتدبير إلهي كانت هذه المرأة الراقصة الزانية موجودة بالكنيسة واستمعت إلى العظة، ونخس روح الله قلبها وبدأت دموعها تسيل منها بغزارة. ربنا ليه ناس تقوليش ازاي. وفي تلك اللحظة أمرت اثنين من صبيانها وقالت لهم ابقيا في هذا المكان، وحينما يخرج الأسقف الصالح نونيوس ادعاه واسألاه أين يمكث وتعاليا واخبراني قوليلي أعجبين. عملوا زي ما قالت لهم وعرفوا أنه بيقيم في كنيسة الشهيد يوليانوس، وبعد كتبت له رسالة وبعتتهم مع الصبيين دول للأسقف نونيوس. كتبت فيها إلى تلميذ المسيح القديس: من تلميذة الشيطان وامرأة خاطئة، لقد سمعت عن إلهك الذي ترك السماوات ونزل إلى الأرض ليس من أجل الأبرار بل من أجل أن يخلص خطاه. يبدو كلام ده كان في العزة بتاعته، وأنه كان متواضعا جدا حتى أنه كان يدنو من السكيرين. فإن كنت حقا تلميذا حقيقيا لهذا المسيح الذي سمعت عنه كثيرا من المسيحيين فلا ترذلني، إذ أنا راغبة أن أرى بواسطتك المخلص، وبك أستطيع أن آتي إلى رؤية وجه القدوس. دي الرسالة بتاعتها. فرد عليها هو خايف من الفخ، فيكون الشيطان مدبر له فخ القديسين كانوا يسلكون بحرص. رد عليها برسالة أنها مهما كنت فأنت معروفة لدى الله بذاتك، ومهما كان هدفك ورغبتك، ولكن أؤكد عليك لا تحاولي أن تجربي ضعفي، أو تكوني يعني مزقوقة علي من الشيطان، لأني أنا إنسان خاطئ خادم الله. وعلى كل حال إن كان لك رغبة نحو الأمور المقدسة واشتياق للصلاح والإيمان وترغبين حقا أن ترينه، فهناك أساخف آخرون معي، تعالي وسوف ترينني في محضرهم، لأنك لن ترينني وحدي. وحدي لا، عشان الشيطان ما يبقاش الثالث بتاعنا. قرأت هذه المرأة الخاطئة تلك الرسالة وامتلأت فرحا، وقامت مسرعة إلى كنيسة الشهيد يوليانوس. قبل ما توصل بعتت قدامها ناس إنها جاية، دخلت كل الأسافة مجتمعين وألقت بذاتها على الأرض وأمسكت بقدمي الأسقف المبارك نونيوس تقول له: سيدي أتوسل إليك
ان تسلك كما سلك معلمك السيد المسيح، واسكب علي من رحمتك واجعلني مسيحية. سيدي انا بحر من الشرور، انا ارض من الاثام، اسألك ان تعمدني. وبصعوبة قدر يشدها من فوق رجليه، وحينما نهضت قال لها ان قوانين الكنيسة تحتم ان لا تعمد زانية ما لم تقدم تأكيدا انها لن تسقط مرة اخرى في خطاياها القديمة. سمعت الكلام ده رمت نفسها تاني على رجليه واخذت تبللهما بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها وهي تقول له سوف تعطي جوابا لله عن نفسي، وانا سوف ادان عن اعمالي الشريرة ان تأخرت عن عمادي من خطاياي السابقة. لن تجد نصيبا في بيت الله مع القديسين ان لم تخلصني من خطاياي. انك ان لم تلدني اليوم من جديد عروسا للمسيح وتهدني لله تنكر الله وتصير عابدا للاوثان. الاسقف المجتمعين لما شافوا الكلام ده عجيب جدا وما شافوش ايمان بهذا المقدار. فالاسقف نونيوس ده راجل ضيف على اسقف انطاكيا، بعت له مع الشماس بتاعه يعقوب عشان يقول له على الموضوع ده، وقال له ابعت لي شماسة عشان تساعدني في عماد المرأة دي، لان طبعا مش مفروض الانسان يرى الكاهن او اي حد بالرتبة دي امرأة عارية. فكانت الشماسات اللي كانوا في ناس كبار سيدات كبار بيتعمدوا كانوا بيجوا موجودين في اللحظة التي يجب فيها ان يتنحى الكاهن لكي لا يرى امرأة عارية. الاسقف تعجب لان اسقف المدينة وعارف دي شهرتها ايه، ارسل مع الشماس كبيرة الشماسات كان اسمها رومانا، وحينما وصلت وجدت المرأة ما زالت تحت قدمي الاسقف نونيوس، وبصعوبة كان يحاول ان يقنعها ان تنهض من على قدميه، وقال لها قومي ايتها الابنة حتى يمكنك ان تقري بخطاياك، وبعدين قال لها اعترفي بخطاياك. اجابت ان انا عزمت ان افحص كل اعماق قلبي فلن استطيع ان اجد شيئا ما صالحا، انا اعرف خطاياي انها اثقل من رمال البحر ومياه تتضاءل امام هول خطاياي، ولكني اثق في الهك انه سوف يفك كل اعمال الرديئة ويتطلع الي. قال لها اسمك ايه؟ قالت لي بيلاجية، ولكن شعب انطاكيا اطلقوا علي مارجريتا. مارجريت يعني جوهرة باللاتيني، جوهرة او لؤلؤة، فمن كتر اللآلئ اللي كانت بتلبسها والجواهر سموها مارجريتا. بدأ الاسقف نونيوس ان يعمدها، فخلاها جحدت الشيطان، عمدها ورسم عليها بعلامة الصليب ونولها من جسد المسيح ودمه. الاشبينة بتاعتها كانت الشماسة الكبيرة دي رومانا التي اخذتها وذهبت بها الى مكان الموعوظين اللي هم بيتعلموا ولسه هيقتبلوا نعمة الله، لان دي تعمد فجأة. واذ كان الاسقف نونيوس وتلميذه جالسين سمع صوت صياح كما لو كان صادرا من رجل يعذب وهي بتتعمد، وكان هو الشيطان، وكان يصيح نادبا ويقول لنونيوس لقد سرقت اعظم رجائي، وانا لم اعد احتمل دسائسك ومكائدك ضدي، ملعون هو اليوم الذي ولدت انت فيه. وكان وجه كلامه لبيلاجيا يقول كل هذا صنعتيه فيا يا سيدتي بيلاجيا، وتبعت يهوذا بتاعي. ومسمي الاسقف اللي خانوا انه يهوذا بتاعه. حينئذ قال لها نونيوس ارسلني ذاتك بصليب المسيح واجحديه، فرسمت ذاتها باسم المسيح علامة صليبه ونفخت في الشيطان فاختفى الحال. الحروب بقى اللي دخلت فيها كان احلام وحشة بيذكرها بالماضي، اما هي فكانت تحصن ذاتها بعلامة الصليب. وبعد 3 ايام من عمدها نادت الخدمة خصوصين بتوعها وامرتهم ان يحصروا كل الحلول بتاعتها والمجوهرات
والثياب الفاخرة وأحضرتها ووضعتها بين يدي الأسقف نونيوس عن طريق الشماسة رومانا، وقالت له: هذا هو الغنى الذي وهبني إياه الشيطان، افعلوا كما ترون لأنه صار للمسيح. الأسقف استدعى أمين صندوق الكنيسة وسلمه الحاجات دي كلها وقال له: أشهدك باسم الثالوث القدوس أن شيئا من هذا لا يذهب بتاتا إلى صندوق الأسقفية أو الكنيسة، إنما يوزع على الأرامل والأيتام والفقراء، حتى أن ما جمع بالشر يوزع في الخير، وثروة الخاطئ تصير كنزا للبر. فيلاجية أعتقت الجواري بتوعها والعبيد بتوعها، ادتهم حاجات من عندها وابتدت توعظهم ان هم يحرروا نفسهم من العالم المليء بالشر، وقالت لهم زي ما كنا مع بعض في حياة الخطية، يلا تعالوا معايا عشان نجتمع في الحياة الأبدية مع بعض تاني. وكان التقليد الكنسي في ذلك الوقت ان الانسان اللي يتعمد يظل لابس الملابس البيضة مدة اسبوع بعد المعمودية، وفي اليوم الثامن يخلعهم. فخلعت تيلاجية ثيابها البيضاء في اليوم الثامن واستيقظت ليلا وارتدت عباءة الاسقف نونيوس قطعا بالاتفاق معاه، واختفت من مدينة انطاكيا. واخذت تبكيها الشماسة رومانا، لكن اسقف نونيوس اللي كان عارف عزاها بقوله ان تيلاجية قد اختارت النصيب الصالح مثل مريم التي فضلها المسيح على مرثا. تيلاجية راحت اورشليم وبنت لنفسها قلاية في جبل الزيتون. وبعد 3 أو 4 سنين سافر الشماس يعقوب الى اورشليم، اخذ اذن من الاسقف، قال له: هروح اعيد عيد القيامة هناك في اورشليم. فقال له الاسقف: اذا رحت اورشليم اسأل هناك عن اخ راهب اسمه بيلاجيوس يعيش في عزلة، واذا قدرت تزوره عشان تنتفع منه زوره. وطبعا الاسقف كان بيتكلم عن تيلاجية. الشماس راح سأل وعرف المكان، وكانت عاملة طاقة، يعني قرعت طاقة وكلمته، هي عرفته وهو ما عرفهاش، ولم يكن ممكنا ان يعرفها وقد شحبت وهزلت من الصوم تلك التي كان جمالها لا يوصف، وكانت عيناها غائرتين. ولما قال لها ان انا جاي من عند الاسقف نونيوس، قالت له: خليه يصلي من اجلي، وراحت قافلة الطاقة. وكان صوت الراهب تيلاجيوس الناسك زائعا بين أديرة المنطقة، فالشماس يعقوب قال: أنا لازم أزور الراهب ده مرة تانية عشان أتبرك منه وأنتفع من منظره. ولما جاء في المرة الثانية قرع باب القلاية فلم يجاوبه أحد، وعاود الكرة ثانية. وهذه في هذه المرة نادى الراهب ده باسمه ولم يتلقى إجابة من أحد، وتكرر الأمر أكثر من مرة دون إجابة. فتجرأ وفتح الطاقة ووجد الراهب ميتا، فأغلق الطاقة وأذاع الخبر في أورشليم أن الراهب بيلاجيوس قد تنيح. أتى الآباء مع الإخوة من مختلف الأديرة ونقلوا الجسد المقدس، وبينما كانوا يطيبون الجسد اكتشفوا أنه لامرأة، ودفنوا جسدها الطاهر